لدينا 9 مشاريع في المرحلة الأولى لعام 23، 8 منها في مدينة الموصل، ومشروع آخر في قضاء تل الأعفر وهو حي الشهداء، والمشاريع مستمر العمل فيها حاليا ووصلنا بنسبة إنجاز جيدة. أستاذ، لو تحدثنا عن نسب الإنجاز باختصار. نعم، نسب الإنجاز جيدة وتتراوح ما بين 30 إلى 90% قسم منها. المشاريع مستمرة. هذا المشروع الذي نقف فيه الآن هو منطقة العبور. منطقة العبور هي منطقة واسعة كبيرة. نعم نور. تتألف من أكثر من 6000 إلى 7000 وحدة سكنية. نعم.